حدا شاف شي غوريلا قطعة من هون؟ دب قطبة؟ شي برات 50 قدم وبشرشر مي؟ هيدي مرتي. العمى بعيونها عمي، جوزتها مريضة مكحكحة، قلت كم شهر وبتموت، طولت. ولك 10 سنين من حياتي راحوا هيك ببلاش، وكله كرمال شو؟ كرمال المصاري. ولك الله يلعن المصاري وساعتها. ولك أخ أخ، مانديلا مات وهي بعدها، شارون مات وهي بعدها، آخ طار مبارك وبن علي ومات القذافي وهي بعدها. ولك العمى بعيونها عمي. لا وشو؟ اسمها السنة مينيموم مينيموم لازم يكون اسمها 120 سنة. تبتكي يا تبتكي والله. لك يا عمي قولوا لي شو بعمل؟ بدي اخلص منها مش عارف كيف، بكبها بالمي وبرتاح. العمى العمى عينها بيضة ونفسها خضرة وصفتها حمرة. صابر نعم يا حياتي يا صابر. ايه والله صابر صابر صابر، بس امتين بدي افقع؟ مش عارف مش عارف. شو قلت؟ حياتي ولا شيء ابدا، عم قول يسعد لي صبيح كان حلو، يا حياه قلبي يا تاج راسي انتي، عم قول الله يخلي لي اياك يا رب ان شاء الله. يا حياتي يا حياه قلبي انتي انتي يا حياه قلبي، ولك انتي انتي الشلل النصفي انتي. يا حياتي شو بتحبني صابر؟ يلا مشي مشي، عمول معي الرياضة الصباحية. يلا يلا يا حياتي. ما مقطوع نفسي يا حياتي، شفتيني عم بتنفس شوية هوا نظيف أنا. قولي لي حياتي عجبتك هالسفينة؟ يي بتجنن، بس بقول لك شغلة، على أساس سفينة الحب، ليش صارت هالقد صغيرة؟ حبيبتي هيدي خصوصي للعشاء، لعصافير الحب اللي مثلي ومثلك اللي بيحبوا بعضهم كثير. زعلت شوي، تعرف ليه؟ دايما معك بكون متوقع الاشياء كبيرة بالحقيقة وتطلع كثير صغيرة. حياتي شلينا من هالسيرة هلا، طمنيني قولي لي، طلعوا الفحوصات مشغول بهن كثير، طمنيني قولي لي بك شيء. طلعوا الفحوصات، بشو بدك بلش؟ بفحوصاتي او بفحوصاتك؟ انا شو بدك فيي؟ انا مثل الحديد، انت فحوصاتك انت يا حياه قلبي مشغول بالي عليك كثير، قولي لي ان شاء الله ما طلع معك شيء خطير يعني. فحوصاتي بجننوا. ما طلع معك شيء العمى بقلبك او شيء يعني سل بزلاعيمك، طاعون بعظامك، بلهاريسيا البيري بيري، انت معقوله تنصابي بالبيري بيري؟ قولي لي في فحوصات دم لازم تعملون، عملتيهم حبيبتي؟ عملتهم كلهم ما بني شيء، حكيم قال انه فحوصاتي مثل بنت 15 سنه. لا بلا، بس يا حياتي انت أنا؟ انت فحوصاتك مش منيح. انا 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 شو بني انا؟ انت طلع معك بالفحوصات شرايينك بالقلب الأساسية مسطمين على الآخر. عندك ملوحات، عندك كوليسترول عالي، تريجليسيريد عالي، عندك اشتراكات، عندك زلال، عندك سكري كمان. الحكيم مش متفائل بالمرة. يا لطيف. وقال مش لازم تزعل ابدا لانه في احتمال كبير طعمه جلطه. لا انا مبسوط كثير، هي مبسوطه على اي قلبي. ما تعطى الهم يا حياتي، ما تعطى تعطى بوسك، تعطى بوسك. خلاص وصلت وصلت. ما تزعل ما تزعل، رح دير بالي عليك قد ما بقدر تتشف لك هيك شي يومين حلوين، وجبتني بهالرحلة الحلوة لنجدد شبابنا وشهر عسلنا ونجدد حبنا. خي لا لا ما بعرفيني، لا حبش لا حبشر لا احكي كل شي بقلبي. لك شو بدك تجددي انت؟ ايه شو بدك تجددي؟ ليه لك ما انت تاريخ صلاحيتك خالص من 3 سنين. انا لك خالصين دولاراتك وفيتي بالاستقبال. انت يا مدام بقيلك حتى منتصف الليل وبيخلصوا وحداتك المتبقية وجاي تجددي. لك شو بدك تجددي انت؟ شو بدك تجددي لتجددي؟ هيك يا صابر هيك بينت على حقيقتك. انا فيتي بالاستقبال لانه ما عم بلقط معك الخط.
شوي. وعم بقطش. بقطش. ورسالك ما بلقط إلا لورا. ارسالي يا مدام ما في أقوى منه. هتحكي هتحكي لما تفوت بالنفق بينقطع الإرسال. هيدا نفق هيدا لك هيدا كهف. بعدين أنا عم بقطش إرسالي. بعدين أنا عم بقطش إرسالي لأنك فضيتيني كل وحداتي. كل شوي اتصال كل شوي اتصال كل شوي اتصال. ولك حتى الرسائل النصية فضيتيني إياهم. ليك يا صار من بكرة. لا ليش من بكرة؟ من هلأ رح دور على شارجير تاني يكون شغال. وليش شو بو الشارجير يا تليفون من قبل التلكس؟ بجيب سيرة التلكس. أنا التلكس تبعي ما في منه. لا حبيبتي غلطاني. تلكس اختك احسن منك. تلكس اختك الصغيرة احسن منك. تلكس خيك وتلكس بيك وتلكس عيلتك كلها وسليلتك كمان احسن منك. اعترف انه جهازك محروق لانه كل شوي بتشك شجارك بفيشة. انا ايداكم لفاق ولك لفوق. لا لفوق لفوق. لك ارفع ايديك لفوق ولا كمان ايديك ما فيك ترفعهم. لك سكري تمك بهدلتينا. اسكت اسكت ولك كلمه انت وياها. بعدين انت انت بالاخص اذا بتحكي يا 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 يا, يا. بدي اغتصبك وكبه بالبحر. ليك 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 شو رايك تعكسه يعني منكبه قلو بالبحر. مسيو قرصان عفوا في نحكي كلمتين انا وياك. أيه. نصيحة من خي كبير لخي صغير. أيه. عم بنصحك أنا حبيب قلبي أنت. أيه. ليك روح دق بسمكة دق بسلطان دق بصدفة بتعرف هاي اللي بتفتح وبتسكر. أيه. روح دق فيها ولا دق بهيدي علقة دخيل الله شو بدك. معقول معقول يا عمي قليلي ما بطيقوا بعض. لا أنا أنتوا إياها بدكم ضلكم معي وبدي أخذ السفينة روح على الصومال. الصومال؟ شو في بالصومال؟ ماوز. أنا موافقة بس أنا برأيي تخطفوا إلو لأنه هو واحد طميع. أخذني على مصرياتي أخذني على الكاش على المجوهرات على الذهبيات على العقارات على المظيط على المصاري. طميع مصلحش. أنا قلت شو عليك يلا مثله مثل غيره. طلع مثل غيره يا عمي. يا عمي أنا مثلي مثل أي أنا مثلي مثل أي واحد تاني يا خيي. بس هي ضلت تمصلي فيه لدمي تمصلي فيه تمصلي فيه تمصلي فيه لحتى نشف دمي. هلا ما بقى عندي دم. شو سمع سمع يا دعاني منيح. لكن شو رأيك أنت تعطيه مصريات كتير تيكمل حياته وأنا وياكي منروح على البلاد لهونيك لعنا لهونيك عشية هونيك وعبكرة هونيك وعطول هونيك ويلا. أنا قبلت بنت حبيت الحال منروح لهونيك بلا عالف الحال يلا. والله يا سيد قرصان الوقت اللي شفتك أنا حسيتك شغلة كبيرة. لك قلبك كبير ونفسيتك كبيرة وكل شي فيك كبير بكبير.